يقول هذه الايام في ناس يسافرون وكذا يلبسون بنطلونات ولما يذهبون الى الحمامات يتبولون وهم واقفين يقول ما حكم ذلك؟ ابو عبد الله بارك الله فيك هذه مساله معروفه عند اهل العلم وهي مساله حكم التبول واقفا بالنسبه للذكور هل يجوز ام لا؟ من اهل العلم من ذهب الى منع التبول واقفا مطلقا ويستدلون لذلك بحديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها انها قالت من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا فقد كذب ومعنى كذب يعني اخطا في لغه اهل الحجاز وهناك من اهل العلم من يذهب الى جواز الى جواز تبول الذكر واقفا مطلقا ويستدلون لذلك بحديث حذيفه بن اليمان أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأتى صباطة قوم يعني مجمع نفايات في الشارع في في الصحراء أتى صباطة قوم فبال واقفا صلى الله عليه وسلم وهناك من أهل العلم من توسط وذهب إلى أن التبول يكون جالسا يعني بالنسبة لمن أراد أن يتبول يكون قاعدا لأن هذه هي هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قضاء الحاجه وأما إذا احتاج إلى التبول واقفا قالوا يجوز لمرض مثلا بعض الناس قد يكون عنده مشاكل في الركبة حتى ذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لديه مشكلة في باطن ركبته من الخلف ما استطاع يجلس لقضاء الحاجة صلى الله عليه وسلم فقالوا بأنه يجوز للحاجة ويكره لغير الحاجة يكره لغير الحاج فإذا جاز للحاجة لا بد أيضا من قيود وشروط منها أن يأمن من ارتداد البول عليه، فالبول نجس بالإجماع ولذلك إذا أمن الـ الـ الذي احتاج إلى البول واقفا من ارتداد البول جاز ذلك، الشرط الثاني أن يأمن من عدم رؤية عورته، فإذا أمن من عدم رؤية عورته مع أمنه من ارتداد يعني رشاش البول على بدنه أو ثيابه قالوا يجوز هذا للحاج، لكن السؤال الان قضية اللي ذكرها ابو عبد الله يقول يعني بعض الناس يلبس البنطلون ويذهب فيتبول واقفا، طيب لماذا والحمامات ولله الحمد اغلبها فيها مقاعد فيها مقاعد، يعني مقاعد لقضاء الحاجه، فلذلك يا ابو عبد الله بارك الله فيك الاصل ان الانسان يتبول قاعدا ولا يتبول واقفا الا اذا احتاجه إلى ذلك كما ذكرت وهو جمع بين الأحاديث لأن عائشة رضي الله عنها لما نفت أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائم نفت بحسب علمها أنه ما كان يبول في البيت قائم فدل على أنه كان دائما يقضي حاجته وقائم حذيفة بن اليمان ذكر حالة ما ما اطلعت عليها عائشة رضي الله عنها وأنه كان يتبول واقف لكن هذا ليست له عادة ما كانت له عاده رضي عليه الصلاه والسلام انما رواها حذيفه رضي الله عنه في حاله حاله واحده فدل على ان الحاجه اذا كانت موجوده عند الشخص يجوز بالشروط التي ذكرت بارك الله فيك